السلام عليكم، معكم هانية اقتصادية. اليوم جبت لكم الخبز، خبز تاع الدار. قلنا اليوم حنايا كي تكون ليلة نهار العيد، العيد مع عيد الكبير، حنا نديرو الخبز صباح العيد، نطيبو الخبز تاع الدار، نديروه في الكوشة. هاد الخبز واش عندنا؟ عندنا 2 كيلات تاع دقيق، 2 كيلات فارينة، ملعقة تاع حليب غبرة، عندنا ملعقة سكر، ملعقة تاع قهوة سكر، ملعقة ملح، ملعقة خميرة، وثلاث ملاعق زيت، وقيس 2 كيسان وبعد 1 كيلو تاع الماء. دوك ندير طريقة التحضير، ونجيب نبداو طريقة التحضير. كيما قلت لكم لي ميون جو دير اون فرونسي، اون ا ان بان اغاب، لو بان كي سي كوي دون لو فور. كيس كون ا بور لو بان هذا، كيس كون ا اون ا 2 ميزور دو سومول، 2 ميزور دو فارين، 1 كويار ا كافي دو سوكر، 1 كويار ا سوب دو لي اون بودر، 1 كويار ا كافي دو سيل، 1 كويار ا سوب دو ليفور بولونجير، 3 كويار ا سوب دو لويل، اي لو بور ميلونجي. دوك نبدا طريقة التحضير. واش نديرو؟ هاد الخبز ساهل، ما يكلف، ما فيه شغل ما والو، ديريه في دقائق. يعني جبت لكم خبز خفيف ساهل، ما فيه كاكاليف، ما فيه يعني قلت ضيعي الوقت فيه بزاف، ولا ديريه يعني في وقت ضيق. هاي انا درنا الملح والسكر، قلت معالق تاع زيت، نديرو هذيك ملعقه تاع خميره، الملح ما نديروش دوك، الملح نخلوه حتى نديرو نخلطو هاد المقادير، الملح يقعد للاخر. دوك نكيلو 2 كيسان تاع الماء، هذا الماء يكون شويه دافي، ما يكونش ما بارد، يكون دافي باش يسرع لنا الخميره باش تخمر بالخف. هايليك، نعمرو الكاس الاولاني، نفرغوه، ونزيدو الكاس الثاني. هايليك هكذايا، نحركو هاد المقادير، نحركوهم. دوكا لي ما عندهاش هاي توسي غير بيدها، ولي عندها الباتور ولا عندها البلاندور ولا دير خيط تخلطهم باش يطلع بالخف، يتخلط لك هاد لو ميلونج هذا، يتخلط بالخف. انا دوكا راني راح نديره لكم بالباتور هكا، يعني ما كاش صار ما عندهاش باتور، نخلطه لكم باش نسرعوا العمليه تاع التخلاط تاع العجن ديالو. هاي دوك نخلط قبل هاد المقادير، وهاو الباتور هنا قدامي، دوك نوريكم كيفاه. هاي ديك نبداو نخلطو، ندير الماكينه نحطو ونخلطو هكا، نديرو شغل انا نديرو في المسكوتشو هكا. المقادير راني نخلطو هذاك الطريق تاعك راهو يتعجن. هاي ديك ساهل ماهل، ما فيه لا تكاليف، ما تعجني، ما تخسري راسك، ما والو. خبز خفيف ظريف يجي ما شاء الله، ما فيهش كاع التعب. هاد الخبز تقدري ديريه في الطاجين، كيما تقدري ديريه في الكوشه. ندنو كاع هذاك العجين باش كاع يتخدم، ما نخلوش هذاك العجين يدور اللي راح لنا في الحواف لي بوردور تاع لو هاد السنيوات. هاد الجفنه ديالنا هكذا، ونكملو نخلطو. هايلك هكذا ونكملو نخلطو. نقعدو نخلطو قيس 5 دقائق، ودوك نوري لكم كيفاش واش كيفاش نديرو الفارينا ولا خو. دوك نولي لكم هاو ليك العجين تاعنا، شوفوا كيفاش يولي، كي تشوف فيه بدا يتلم مع بعضو، والخم تشمي ريحه الخميره، تحبسي الخبز تاع الباتور، ومن بعد تزيدي هذيك الفارينه ديالك مع الملح. دوك نحي الباتور ونوري لكم. هاي ليك العجينه تاعنا. دوكا واش نديرو؟ هذوك 2 كيسان تاع فارينه، صافي عندنا 2 كيسان دقيق، 2 كيسان ما، و 2 كيسان فارينه. مي بصح نديرو الدقيق والماء نخلطو حتى يتخدم، باش نبداو نديرو الفارينه تاعنا مع الملح. نبداو نفرغو الكاس الاولاني، نديرو الملح، علاش هادو شوفو كاع الاخباز كاع الخبز كاع حيتو ما كان الخبز ما تسبقيش في الملح، الملح هو يحبط لك الخميره، دائما الملح خليه مع الاخر باش ديريه حيتو ما كان الخبز. انا هاد الفيديو
البارح كنت شويه تعبانه، اول يوم تاع العيد نضريت ما ديروش كيما بحالي، حتى وليت كليت ناكل ونضريت من البوزلوف وكاع. نتوما ما ديروش كيما درت انايا، هاني اليوم هاني نصور لكم الخبز هذا نديروه صباح العيد. ها ولات دوك نزيد الكاس الثاني ونستعمل يديا، هايلك دوك نستعمل يديا باش نلايمو العجينه تاعنا. ها كيفاش نديرو، ها قلت لكم احنا هذا الخبز كل صباح العيد انا نديت لكم كل خطره يعني ندير نوع تاع الخبز. هذا الخبز يعني حاجه سهله تكوني مشغوله، يعني بالنا نهار العيد الناس كاع مشغولين مع الذبيحه مع التحريره مع هذا، ما تاخذلكش كاع الوقت. هما راهم يذبحوا انت راك ديري في الخبز تاعك، ما يجي يطلعوا لك هذيك الدواره وهذاك الزليف ديالك حتى تكوني انت الخبز تاعك راه طاب وراه واجد على الطابله. هاي لك العجينه تاعنا كيفاش تجي هكذايا. دوك نخلوها نحيدي ونخلوها تخمر ونقول لكم بعد كيفاش نقرصوا. بعد ما خمرت العجينه ديالنا هاي شوفوا كيفاش راهي، دوك نبدا نقرصوها. كيفاش نقرصوها؟ نردو شويه نشنفو يدنا شويه زيت، انا دوك ندير شويه هنا فوق الطاب دو طرافاي هكذا، ندير شويه زيت هنا وبعد نرفد شويه عجينه. هاي انا ني درت قص زوج خبزات وانتيا انتي حره كل وحده هذه يعني تحبي تزيدي بزياده ضعفي الكميه برك. هاي لك انا درت خبزه درتها لكم بالمناسبه العيد. هاي عندي سنيوه هاني درت لها بابي كويسون ودوك نحط الخبزه تاعي باش طيب لي على حساب القالب تاع سنيوه. تجيني خبزه مدوره تجيني ما شاء الله، ومتكونش تانيك معمره بالفتات تكون خفيفه. هاي ليك دوك ندير شويه زيت في يديا ونقرص هكذا. هاي كيفاش ندير ونقرص الخبزه ديالي هكذا شغل كيما ديري الخبز المطلع. نرققها مليح خاطرش دوكا نخلو نرقوها من بعد هي تزيد تخمر. كي تشوفيها ضافت البوليم ديالها ديريها طيب في يكون الفوق يكون 200 درجة، ولازم كي تبداو نطيبو شعلي الفوق تاعك وخليه يسخن هايلك لمدة 45 صادي فوق كل وحدة وكيفاش الفوق ديالها. هايلك نقرصو مليح الخبزه ديالنا هايك على حساب الدور تاع سنيوه. تحبي تزينيها من الفوق ولا تحبي ديري اي اشكال ولا هذه حاجه اختياريه. انا دوك هاديه هاني ما نزينهاش، هاني زينت وحده نوريها لكم واجده، وهاديه اللي وريت لكم كيفاش ديروا الخبز وكيفاش تقرصوه. بعد ما نحكموا عندنا ان جون داف صفا تاع حبابيت، عندنا ملعقه تاع قهوه طايبه بنديروها داخل هذاك الصفار، وعندنا الججلان والسانوج هايلك هكذا. نزينو البادي جوني العجينه تاعنا هكذا، نديروها وهي مازال ما طلعتش نزينوها ونديروا لها البيض ونشبحوها كاع يعني كيما نحبين، ومن بعد نخلوها تخمر. خاطر لو كان تخليها تخمر باش ديري لها هاد الخليط تحبط لك ما تطلعلكش الخميره تاعها هكذا. هاني زينتها كاع عيتيك، هاني درت لها كاع الصفار تاع البيض هكذا، ومن بعد نبدا نشبح. دوك انا نقدر نشبحها بهذا الشكل، هذا كيما قلت لكم التزيين اختياري كل وحده دير كيما يساعدها. هايلك هكذا عندي شويه تاع ججلان كيما قلت لكم كيما تحبي ديري، كيما قلت العين تاكل قبل من الفم. كي تكون حاجه شابه تحطيها هكذا تجي ما شاء الله في الطبله، كي تزيد تجي الله بنينه وطريه الله الله تزيد في النص في الحاجه هكذا. يا دوك نحطوها تخمر وبعد نطيبوها كيما قلت لكم فوق يكون 200 درجه لمده 45 دقيقه. دوك نوريها لكم كي تبنوها لكم في طبق التقديم.
هاوليك الخبز تاعنا اللي درناه مع بعض. هذا انا كيما قلت لكم راني كتبت فيه عيد سعيد، ان شاء الله كل عام وانتم بخير احبابنا وناسنا وكل الامه الاسلاميه. وهذا هو نوريه لكم كيفاش جا لداخل، يجي ما شاء الله خفيف. قلت لك ما تكل فيه ما والو، ما فيش كاع الخدمه. شوفوا ها، شوفي كيفاش جا، ما يجيش معمر بالفتات، ويجي يجي خفيف، يجي طري. ها شوف، يجي ما شاء الله تاكلي به كما قال الشوا، ولا تاكلي به بكبوكه، ولا خير ما تروحي تشري. هذه هي، هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ونقول لكم بصحتكم. ديروا لنا اشتراك، ديروا لنا لايكات مع هنيه اقتصاديه، والسلام عليكم.